بلدي كنحصلوا على النتيجة اللي كتكون مرضية ونتيجة رائعة، والنتيجة قدامكم أكثر من رائعة، كتعطينا واحد اللمعة، واحد النظرة للصفيحة ديالنا. الاستعمال الثاني كذلك ممكن نستعين بهذه الخلطة اللي تصندي في الأواني ديال الإينوكس أو الألمنيوم. كندهنوا هاد الخلطة على الأواني نتاعنا كاملين من برا ومن الداخل، كنخليهم واحد 10 ديال الدقائق حتى تيبدا ينشف لنا داك الصابون البلدي. كنستعينوا بواحد الجيكس أو الحلفة وكندوز واحد تدويزة خفيفة بدون مجهود. كنغسلوهم في الاخير، ما نساوش نستعملوا هذا سائل الاواني باش كيعطينا واحد اللمعه اكثر من رائعه واقل مجهود. تكون رائعة. وكذلك ممكن نستعينوا بهذه الخلطة للتنظيف ديال لافيسيل أو الماكينة ديال الماعن والآلات ديال تصبين الملابس، وكذلك الثلاجة اللي عندكم في ديال النوع ديال الإينوكس كتعطي واحد اللمعة اللي كتكون زوينة ورائعة. وكذلك هذا الحوض ديال الماء ديال الإينوكس كيكون معرض أكثر للأوساخ وترسبات ديال الدهون، مع هاد الخلطة السحرية كيرجع كيشعل في لمحة البصر، كتحصلي على واحد النظافة أكثر من رائعة، والنتيجة هي أمامكم اللي كتكون مرضية ورائعة. وكذلك الرخام ديالنا اللي كيكون توا معرض في هاد العيد، هذيك الريحه ديال الليدام كندوزو عليه واحد التدويزه خفيفه كيرجع بحال اللي يلا عاد شريتي جديد.